أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على سيدي ومولاي باب الحوائج ساقي عطاشا كربلاء وحامل اللواء بالفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام على سيدتي ومولاتي أم البنين، الأمرأة الأصيلة الكريمة الوفية، وحياكم الله مشاهدينا الكرام أينما كنتم. وسفرة أم البنين باب الحوائج، وكل شخص يشاهدنا يتابعنا وعنده حاجة وسألنا دعانا في خدمتكم إن شاء الله. وهي سفرة أم البنين، السفرة المجربة بقضاء الحوائج بتسهيل الأمور، وإن شاء الله كل إنسان كل شخص يتصل، كل شخص متبرع لسفرة أم البنين، احنا ما ناسينكم سفرة أم البنين. نتوجه ليلة الجمعة من كربلاء الحسين وهذه الأيام المباركة إن شاء الله إلى سفرة أم البنين سلام الله عليها. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. يا أم البنين، يا مولاتي، يا باب الحوائج، يا أم العباس، عندنا حوائج بهاي الليلة وهواي سئلون الدعاء أنه نذكرهم في سفرة أم البنين. يا التارس البيت، يا التارس البيت بريحتي مروة، يا عباس يما يما، يلتارس البيت بريحة مروة، ما مثلك أخو لا تحصل الخوة، الخوة ما مثلك أخو ولا تحصل الخوة، الخوة يما أجاذب بالنفس، يا يما بالقوة أجاذب بالنفس، يا يما بالقوة، يا بوجه السمح وحكايتي الحلوة، يا بوجه السمح وحكايتي الحلوة. أنازع بالأجل وبثوبك أشتم، يما أشتم أنا أشتم. الله يساعد قلبك يا أم البنين، يا يما القلوب والله تلتشم، يا ابو قلب الحنين الموت خيم، يما الموت خيم، يا ابو وجه الحنين الموت الموت خيم، يا بعد الكبد حيل تهدم، يا بعد الكبد حيل تهدم، يما ردتك عالقبور، ردتك عالقبور تنصوب عزية، وتذكر وحشتي كل مغربية، كل مغربية يا يما. وبعد وبكل خميس يما تمر علي علي علي، وبكل خميس تمر علي تقرا الفاتحة وعينك جرية، يما وعينك جري، عينك جري. هاي أم البنين أم الأولاد، ولا الصفوية يقولون شافوا أم البنين جالسة أو تبكي، اللي يسألها الإمام السجاد سلام الله عليه يقول لها بكائك على أولادك. شنو كان رد أم البنين سلام الله عليها؟ تقول ما ونيت، أنا ما ونيت لأولاد الميامين، ولا نزلت عليهم دمعة العين، أنا كل همي وبكاي بطول السنين، طاحوا وكسروا ظهر الحسين، بكاي على الحسين بقوا حيدة، أنا كل همي وبكاي بطول السنين طاحوا وكسروا ظهر الحسين. بعد يا أم البنين شنو عندك؟ الشيخ عبد الأمير المنصوري الله يعطيه صحة وعافية هاي الأبيات يقول كتبتها في صحن الإمام الحسين جزاه الله خير الجزاء. أنا أم البنين ونسل الإنجاب، وصرت الكل العلل، أنا طبيبة طبيبة والنعم يا أم البنين، وصرت الكل العلل، أنا طبيبة أعالج كل مرض، بس شرط إيمان، عندك عقيدة بأهل البيت، عندك إخلاص بأم البنين إنه شافيك، صدقني تشافيك وتعافيك، إي والله. أعالج كل مرض بس شرط إيمان، والغايب ببخت الله يجيبه، والضاقت عليه الدنيا والمال وضاقت عليه الدنيا والمال، والمعلول ويخلص نحيبه، أنا باب الحوائج وانا والنعم منك يا أم البنين، أنا باب الحوائج وانا أم عباس، أنا باب الحوائج وأنا أم عباس، وإذا باب الحوائج مو عجيبة، أنا قدمت لحسين الأولاد، وأنا قدمت لحسين الأولاد، وأنا الخادمة الأم النجيبة، وأنا الخادمة وأنا الخادمة الأم النجيبة، الهم بالطفوف أولاد صولات والنعم من أولادك يا أم البنين، الهم بالطفوف أولاد صولات، أولاد المرتضى اليوت الحريب، الزينب سور كانوا رخصة وارواح، بعدهم يا وسف زينب غريبة، زينب غريبة ما همني أولادي ما يرجعون، أنا ما همني أولادي ما يرجعون، المثل حسين قل مني أنا جيبه يمه يا أبو علي يا يمه، المثل حسين قل مني أنا جيبه عليه دمع يظل كل وقت سجاب، وعليه القلب ظل زايد لهيبه لهيبه. راسه على الرميح مشوه للشام، الله يساعد قلبك يا زينب. راسه على الرميح مشوه للشام، وجدت على الأرض ظلت سليبة سليبة. عجاج الخيل والداسة على القاع، ومن خيولهم صارت تريبة. الخيل الأعوجية صار ميدان حسين، بويا الخيل الأعوجية صار ميدان كتيبة تروح له وترجع كتيبة. خسفوها الشمس والزلل الكون، خسفوها الشميت والزلزل الكون. القمر قبل الشمس عجل مغيبه، نجوم 17 من آل عدنان، هو والشمس من عدوم جريبه جريبه. بعد أم البنين شنو سوت؟ شنو قلت لأمير المؤمنين؟ اتنازلت حتى من اسمها، وقالت الحامي الحمى. ايش قلتي يا أم البنين؟ اتنازلت حتى من اسمها، وقالت الحامي الحمى. يا علي الكرار لطفا لا تقل لي فاطمة، لا تصح لي باسم فاطمة. ليش أم البنين؟ يا علي الكرار لطفاً لا تقل فاطمة، حسين يسمع اسم أمه وتهمل عيونه دمه يمه. يا حبيبي يا يمه، الله يساعد قلبك أبو علي. حسين يسمع اسم أمه وتهمل عيون دمه، قال هختار اللي يعجبك، قالت اسم الخادمة. الله شلون اسم؟ قال هختار اللي يعجبك، قالت اسمي الخادمة. لخادم الحسين مفيد الأسدي بعد شنو كتب؟ محمد الفاطمي عنده حاجة، حاجة عندي وانت ما تتعذرين، بيش حلفك راح حلفك بالحسين. أصحاب الحوائج قدموا حوائجكم حلفها بالحسين. بيش حلفك راح حلفك بالحسين، ما أقلش غير عايفها وراك وراك، ما أقلش غير عايفها وراك، أو ظلت بكيفك بعد يم البنين، أو ظلت بكيفك بعد يم البنين، أو ظلت بكيفك بعد يم البنين. الحسين عندما أراد أن يشرب الماء جاء صوت، شلون تشرب الماء والعيال عطاشا؟ صاحب صوت بعدوا عن الخيام، حسين حسين. صاحب صوت بعدوا عن الخيام، ما ظل بيها بس نسوان ويتام ايتام، ما ظل بيها بس نسوان ويتام ويتام. لا تنشاف زينب دنقو الهام دنقو الهام، لا تنشاف زينب دنقو الهام، ترى سيف بيمين وغيظ حمل. بعد التفت الحسين لابو فاضل، وصلوا عباس خويا خويا خويا، وصلوا للخيم، وينك يا عباس يا عباس يا عباس؟ ابو فاضل خويا، وصلوا للخيم، وينك يا عباس؟ قوموا وياي خاف الخدر ينجاس ينجاس. خويا خويا اختنا تموت من تشوف الناس عفيفة، ومن خيال الغرب تخجل تخجل تخجل. ويلي على زينب. بعد أو زينب قالت لهم، أو زينب قالت لهم وين تردون؟ بعدوا عن خيمنا لا تجربون لا تجربون. أو زينب قالت لهم وين وين تردون؟ بعدوا عن خيمنا لا تجربون. بويا ترى العباس بعد موش مدفون، أوالي ترى العباس بعد موش مدفون، وخل نشوف يا حل قد هيوصل. أبو فاضل والنعم، وخل نشوف يا حول قد حيوصل يوصل. مشونا يا خويا حسين ظلمة بدرب ما مسحوق، حجر والنوق تتعثر براسك، قم تحلف النوق يا خويا براسك، قم تحلف النوق. خويا نمنا نمنا وفززان الصوت، بس فززاني أنا الشوق مسبية تقل الناس وكلام الماه خويا يلوق موش براضة من يحدون خويا بنوقنا يركضون هزلة وتركض بيا حال كلها الصيح عم شلون خويا حسين. احنا هذا الوقت اللي يسمح به اسال من الله عز وجل انه يقضي حوائجكم، انه يشافي مرضاكم، يدفع عنكم الوباء والبلاء. وكل الناس اللي سالتني دعاء بدون ذكر اسماء لان احنا وقتنا قليل، وان شاء الله من الاسبوع الجاي تكون السفره الساعه 9 ويكون وقتنا ان شاء الله نذكر اسماء وعندنا مفتوح الاتصالات. لكن هاي سفره لاحد خدمه الحسين اللي حقيقه هو يساهم واللي يشارك واللي دائما في سفره ام البنين، وهو الحاج عماد الخميس، ودعاء خاص له بالتوفيق، ودعائنا لكل ناسنا وكل اهلنا وكل أبنائنا وكل شخص سألنا الدعاء. الأسماء اللي دائما يتصلون في برنامج فطرس دائما نذكر أسماءنا، فقط قلدونا الدعاء والزيارة. راح ننوب عنكم الزيارة والدعاء إن شاء الله. هاي ليلة الجمعة راح نزور عنكم نيابة وراح نذكركم عند سيدي ومولاي الحسين، وإن شاء الله أصحاب الذرية لهم إن شاء الله والشفاء المرضى. إلهي بالحسين شافي صدر الحسين بظهور الحجة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. هذا وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.